مرحبا برج الأسد، أهلا فيكم في القراءة العاطفية عندنا كرت العالم. قبل ما أقول لك مشاعره، قاعد أحس هني وأشوف أن شريكك وصل إلى منصب، وصل إلى هدف معين في باله، ولكن مراحل تعبه واجتهاده من أجل هذا الهدف كان أثناء علاقتكم في السابق. لما كنت معه كان يحاول مثلا أن يصل إلى المنصب الفلاني، أو يحصل على الأموال، أو كان يحاول أن يكون نفسه، يتخرج لما كنتوا مع بعض. الحين حصل عليه، ولكن جزء من النص مفقود. تعرف الرسالة القديمة اللي نشوفها في التلفونات قبل، لما تكون الرسالة طويلة وما تصل دفعة واحدة، تصل على دفعات، ويكون مكتوب فيها آخر شيء جزء من النص مفقود، لازم تنتظر. كأنه ما قاعد يقول هني إن أنا حين وصلت، ولكن عنده جزء من النص مفقود. توه انشالت عن عينه الغمامة، توه ابتدى يكتشف يستوعب إنه وين برج الأسد. هو اللي كان هني يكون مفروض واقف معاي أثناء نجاحي، أثناء حصولي على هاي الوظيفة، على هاي الفخر، على هذه الشهادة، ولكن من بين كل الناس هو اللي كان موجود في حياتي لما ما كان عندي شيء. الحين صار عندي شيء، ولكن برج الأسد مو موجود. متفاجئ، احتمال كبير اللي قاعد أشوفه سبب تفاجئ شريكك هو أن علاقتكم ما انتهت بسلام، أو ما انتهت بشكل طبيعي، لأن عندنا كرت برج العقرب مقلوب. لما يكون مقلوب معناته كان في تدخل خارجي، ما كان التحول، هذا كرت التحول الطبيعي، ما كان في تحول طبيعي للعلاقة، في تدخل خارجي كان هدفه تدمير علاقتكم. ما بقول لك سحر تفريق، قاعد أشوف شيء حتى أكثر ظلمة، أكثر سوء من سحر التفريق. عشان كذي اللي أحس أن العلاقة انتهت بسرعة بشكل مفاجئ، كانت جدا متينة ومبنية على 10 سنين، وعلى ثقة، وعلى مواقف، وعلى اثنين فعلا يحبون بعض، فانتهت بشكل درامي، انتهت بشكل سريع، انتهت بشكل أن استيقظت يوم من الأيام وشفت أنه خلاص. قاعد أشوف هني بكاء، نحيب، سحر معمول، شيء كبير. ما كان انفصال طبيعي اللي صار بينكم. وآخر كرت عندنا 8 الأكواب. شريكك جدا حزين، جدا حزين، وكأنما يحس، قاعد يفكر هو هني بينه وبين نفسه، هل أنا الحين في كابوس؟ الحين في كابوس لأن برج الأسد مو موجود في حياتي، أو هل أنا استيقظت من حلم؟ والحلم الجميل كان لما كان برج الأسد شريكي حبيبي كان موجود في حياتي. أحس إنه هو لا للدنيا ولا للأرض، بما معناه إنه هو موجود الحين في الوظيفة، في الأموال اللي يريدها، ولكن ما يملكك أنت في حياته. ولما كان قبل يملكك أنت ما كان عنده الوظيفة، النجاح. فجدا ما أدري ليش أحس إن تو الغمامة والغشاوة ابتدت تنشال عن عينه، يمكن تأثير السحر، تأثير الحدث الكبير الصادم، تو ابتدى يتغلغل إلى عقل وقلب وفؤاد شريكك. أشوفه أيضا يفكر فيك طول الوقت، كأنما يطالع يمين يسار، يتوقع إنه راح يشوفك في أي لحظة، ينتظر. إنزين، السؤال الثاني، هل الشريك راضي وسعيد بالانفصال؟ عندنا هني الإمبراطور. الإمبراطور دائما أسميه الملك المتحجر، لأن هذا ملك الملوك، يدير الأمور بطريقة جدا تقليدية، لدرجة أن أصير النظام متحجر قديم ما تقدر تغيره. شريكك وأنت، هذا الشريك القديم من العلاقة القديمة، وصل لمرحلة هو مو راضي عن 100%، مو راضي عن الانفصال، ولكن تعرف اللي تقدم كثيرا عنك ووصل إلى مكان جدا مختلف، لدرجة أنه ما يقدر يتراجع الحين. لأن ليش؟ الإمبراطور في ناس يعتمدون عليه الحين، ممكن أنه تزوج، وفي آثار انبنت على زواجه، بيت وزوجة وأبناء وعائلة، وصار في تداخل في العائلات، وصار في توقعات من الأهل، صار في التزامات. هاي الكلمة اللي أبيها، أنا أظل أتكلم لحد ما الكلمة تصل. الكلمة هني إن التزامات شريكك اللي للأسف لما كان لحد الآن في نفس الغيبوبة، التزامات اللي دخل فيها
هي اللي الحين قاعدة تمنع التقائكم مرة ثانية. فلا هو مو راضي عن الابتعاد والانفصال. قلت لك النجمة كرت برج الدلو احتمال كبير انك تتعامل مع شخص من برج الدلو. عندنا هني ايضا برج الحمل، عندنا برج العقرب والابراج المائية طاقتهم. كرت برج الدلو يقول لك اللي قلت لك اياه من شوي، انه صار في بعد كبير، يمكن المشكلة كبرت زيادة عن اللزوم، طريقة انتهاء العلاقة كانت جدا سيئة، في شيء ضخم بسبب هذا الكرت انه كان مقلوب سبب ان اليوم الرجعة ما هي سهلة. الرجعة بينكم ما تكون بمجرد ان ترفع السماعة ويرفع السماعة ويسأل عنك، او يطرش لك ورود يسأل عليك، او يرجع يقابلك ويعتذر. في نوع من المآسي، المشاكل، الانفصالات ما ينفع فيها الرجعة العادية. ما ادري شنو بالضبط صار يا برج الاسد، خبروني في الكومنتس الناس اللي تنطبق عليهم هاي الرسالة، شنو تجاربكم انتم مع هاي الانفصال اللي جدا كان سيء. اربع الخماسيات. شريكك الحين قاعد يقول لي ويقول في نفسه، مو قلت لك هني في غشاوة وانشالت عن عينه، والحين هو متفاجئ ومستغرب ومستفقد وجودك في حياته. اربع الخماسيات تقول لي قاعد ينظر الى، ما ادري ليش وايد احس انه هو خلاص اما دخل في علاقة التزام، شيء يترتب عليه نتائج، اما علاقة اما زواج اما عيال اما شيء دخلوا فيه الاهل، الاهل دخلوا فيه، فما يقدر فقط انه يتملص منه ويجيك يتصل فيك ويقول لك خلينا نرجع لبعض. عرفت قصدي؟ صعب جدا لان في تبعات. اربع الخماسيات هني قاعد يقارن الشريك اللي اقل منك جدارة، اقل منك وفاء، اقل منك حتى في الجمال، حتى في السنع، حتى في مدى انجذاب شريكك له، هاي الطرف الثالث او الشخص اللي دخل الحين معاه في التزام، قاعد ينظر اليه نظرة تملل، تأفف. احنا نقول لا يعجب ده، لا يعجب ده، يعني انه شنو هالشخص توه ما ادري ليش شريكك جدا بطيء في الاستيعاب، توه يستوعب انه اختار انسان حتى ما يقارن فيك، اقل منك في كل المستويات، كل الجوانب. شريكك يقول انا ما، يعني شلون الانسان يروح مثلا من انسان متدين الى انسان جدا فاسق؟ التغيير جدا بعيد، المقارنة ما تصير هنا ما بين التدين وما بين الفسق. نفس الشيء المقارنة ما تنطبق بين مستواك انت شنو كنت في حياته ومستوى هذا الشخص الجديد. ابدا قاعد يفكر شريكك انه لا يليق فيه. اخر سؤال للمنفصلين، ما هي خطوته القادمة؟ خمسة السيوف. انا شنو قلت لك؟ قلت لك صح دخل هني في التزامات ما قدر يتخلص منها بالراحة، لأن دخلوا فيها أهل، دخلوا فيها معارف، صاروا الناس تعرف عن علاقته بهاي الشخص الجديد، يمكن اتزوجوا ويمكن انخطبوا. الإمبراطور هو دائما الشخص المزواج. ولكن خمس السيوف، شريكك جدا ذكي، احتمال أن يكون من الأبراج الهوائية اللي يقول دام أن الباب مغلق ولكن متأكد أن أكيد في نافذة مفتوحة، أكيد في ثغرة ثانية أقدر أستخدمها عشان أوصل لمرادي، عشان أرد أحاول على الأقل أرجع الأمور مع برج الأسد. خمس السيوف محاولة استفزازة وخلق مشاكل وأوجاد، وأنه هو يوجد ثغرة بينه وبين علاقته مع هاي الشخص الجديد. احتمال كبير أنه برج ترابي الشخص الجديد في حياة شريكك، شخص برج ترابي، ثور، عذراء، جدي، يحاول انه يستفزه، يخلق معاه المشاكل عشان اذا خلق المشاكل يصير عنده شوي فتشة يبتعد يتنفس عنه. عرفتوا؟ دراما، يخلق دراما عشان شي يصير. خمس الخماسيات، بدل ما يقول هني قاعد الشريك يقول بدل ما انا مثلا اتخلص من هذا الشريك الجديد، مو انت يا برج الاسد، الشريك الجديد، خلى استفزه، اغضبه، أخليه هو يرحل منه ومن نفسه، هو اللي يطلب الطلاق، هو اللي يطلب الانفصال، هو يروح لأهلي وأهلي يقول لهم مثلا ما أبي أرتبط به. يخلي الكلمة تطلع من الطرف الثالث مو منك أنت، مع أن هذه علاقة، القراءة هذه للمنفصلين، ولكن طلع فيها طاقة الطرف الثالث، يحاول يخليه ينسحب يستفزه. عشان شنو؟ عشان يصير عندنا كرت رقم صفر، الأحمق اللي ما عنده أي شيء يربطه، يتخلص من
شوفي هني من الامبراطور الى الفول الاحمق، يتخلص من كل الاشياء اللي قاعده تقيده وتمنعه من ان يتواجد معك، لانه شوف شريكك نيته وخطوته القادمه مو انه فقط يرفع السماعه ويسال عنك، يبي يرجع وجودك بقوه في حياته، يرجعك كانسان موجود بشكل دائم مثل ما تعودت في السابق، مثل ما انت كنت موجود في حياته. فعشان كذي يريد ان يخلق طاقة الفول، طاقة الشخص اللي ابدا ما عنده اي هموم، ما عنده اي اشخاص يعتمدون عليه، متحرر، يملك حريته في يده، يقدر ياخذ قراراته بروحه. شنو راح يسوي بالضبط؟ قلت لك احتمالات كبيرة انه هو يتملص من الطرف الثالث، يخلي الطرف الثالث يصير بينهم زعل، انفصال، مشكلة، عشان هو يقدر على الاقل يتحرك ولو بشكل مؤقت. المجموعة اللي بعدها العزاب. العزاب اول سؤال لكم، ما هي مواصفات الشخص القادم في طريقك؟ عندنا ستة الاغصان. ستة الاغصان لما تكون في وضعها المستقيم معناته شخص جدا اجتماعي، جدا قيادي، يحب روح الحفلة، روح الحفلة، لما يدخل المكان يحرك المكان، يحرك كل الناس. ولكن جنب هذا الكرت، هاي الكرت اصلا كان مقلوب، اوكي، وجنب عندنا ملك السيوف، احتمال كبير انك تتعامل مع برج هوائي، الابراج الهوائية طالعة في قراءتهم، سوري، طالعة في قراءتك يا برج الاسد، طاقتهم بشكل جدا واضح هاي المرة. ملك السيوف هذا الشخص جدا غريب عجيب، ما ادري ليش قاعد احسه يمثل جدا الابراج الهوائية، يعني طاقتهم فعلا، لان هني هو مسؤول عن تنظيم حفلات، مسؤول كوظيفة، يعتمدون عليه الناس، يعتمدون عليه، مو هو اللي يطلب انه يكون في الحفلة او في الجمع. في حشد هني، حشد مثلا يخص تنظيم شيء ديني، يخص تنظيم شيء ثقافي، يخص تنظيم اي نوع من التنظيمات، هو المسؤول عن التنظيم. ولكن في نفس الوقت هو ما يختلط كثيرا بهاي الناس، لان طبيعته غير اجتماعية، جدا ملك، يعني بمعنى وايد سيلكتيف، وايد يختار الناس اللي يحتك فيهم، مجتمعي وايد، خجول، منطوي على نفسه، هذه هي الكلمة، منطوي على نفسه. النجمة شنو قلت لك؟ برج الدلو. برج الدلو طلعت طاقته أتوقع أيضا في قراءة المنفصلين، احتمال كبير أنك إما رح تتعامل مع شخص من برج الدلو أو رح تأتيك طاقته، طاقة الشخص ماخذ طاقة برج الدلو. شنو هي طاقة برج الدلو؟ برج الدلو هو روح الحفلة بالضبط، ولكن في نفس الوقت ما يحب ان الكل، شنو يقولون عنه؟ انه مثل الاسد، يشابه الاسد اللي هو انت، برج الاسد، انه يعرفون الكثير من الناس هذا الشخص، ولكن القليل منهم يعرفون حق المعرفة، حق المعرفة عن قرب. انزين، مثل ما قلت لك هني وظيفته، خلينا نشوف هني وظيفته وشكله. وظيفته تتعلق بالكثير من تنظيم الاشياء اللي فيها جماهير غفيره، اوكي، منصبه جيد، منصبه مسؤول، منصبه يطلب اكثر ما هو يطلب المنصب، هم حاطينه، هم معتمدين عليه، هم يحتاجون احترافيته في التنظيم. خلينا نشوف مواصفاته الشكليه ووظيفته ايضا. عندنا هني أربع الأكواب. هذا الشخص ما يدخل في علاقات، احتمال كبير أنه انفصل، خطب وانفصل في السابق، ولكن ما أشوف أنه عنده أبناء. ما يدخل في علاقات عابرة، جدا حذر. عندنا ملك السيوف، سوري، ملك السيوف جدا حذر، وإذا دخل في علاقة يدخل في علاقات طويلة المدى، كل علاقة يتم فيها سنة، سنتين، ثلاث، أربع، حتى سنوات، بما أن عندنا رقم أربعة هني. مو شخص لعاب، شخص جاد، شخص شوية خلينا نقول جاف، طبيعة الأبراج الهوائية، ما يعرف يستمتع بوقته. فأنت يا برج الأسد، بما أن طاقتك نارية، أنت الشخص المناسب اللي تنبهه على هاي الجانب. في أيضا هني خص شكله ولبسه، دائما يفضل أن يلبس الملابس الرسمية، حتى في ملابسه ما يحب أن يكون فيها مرح أو مخاطرة أو ألوان، وعنده عنده عنده هني دائما ألوان معينة يتقيد فيها، دائما لو كان مثلا
عباءة أو بدلة رسمية دائما يفضلها في لون واحد، لون موحد هو اللي يفضلها. القمر ولكن مقلوب. أوكي. الإمبراطورة، هذا الشخص لو أتى الموضوع فقط على اختياره هو راح يقول لك أنا ما أبي أرتبط، لا أبي حب، لا أبي زواج، رافض الفكرة أساسا. ولكن في شيء، في تغيير، في شيء تغير في حياته، في رغباته، خلاه الحين متجه نحو الارتباط. أول شيء يريد أن في شخص معين ينتقي نقوة، ينتقي يعني يكون قريب منه بشكل خاص، لأن وايد ناس يعرفونه بس ما حد قريب منه. الشغلة الثانية، بما أن عندنا كرت الإمبراطورة، هذا الشخص ابتدى فعلا يرغب بالإنجاب. في ناس وايد يقول لك أنا ما أرغب بالزواج نفسه لو كان الأمر اختياري، ولكن لأني الحين صارت عندي رغبة في الإنجاب من الجنسين، ترى ذكر أو أنثى، لأن صار عندي رغبة في الإنجاب، أن يكون عندي ذرية، أن يكون عندي امتداد. في شيء صار في حياته، هني عندنا وجود ملك السيوف تحت القمر معكوس، احتمال كبير أن هذا الشخص ابتدت نجاحاته تكبر، ابتدوا يمكن أحد الوالدين توفى عنده، أحد أعمامه، فابتدت فكرة أن في ورث في العائلة، أتى ورث من قريب، أتى ورث، حصل على ورث، وابتدى حين يفكر بشكل جاد، أنا حين لو توفيت من الذي سيرثني؟ يمكن أن هذا الشخص احتمال كبير عمره من الثلاثينات وفوق، ما أشوفه صغير بالسن أبدا، من النوع من الأشخاص اللي تأخر بس السن وما تزوج، يعني مثلا خطب مرة واحدة من زمان وبعدين خلاص ابتعد عن فكرة الحب والزواج ومشى في طريق العمل والحياة العملية. إنزين، في شيء يخص الورث هني قاعدة أشوفه، ابتدى يخلي يفكر بشكل جاد في الارتباط أو في إنه لازم ينجب ذرية. آخر سؤال، كيف تتصرف معايا برج الأسد؟ السيف الأول، عندنا هني ملك النار. هذا الشخص مع أنه هو جدا رسمي في طريقة ملابسه، ولكن أنت، لأن عندنا ملك مع ملك، أنت تقدر تجذب في حياته الجانب اللي هو يفتقده، الجانب الممتع، الجانب اللي احنا مو لازم نتبع كل القواعد في اللبس، في الضحك، في الاستمتاع، في ان احنا نقوم باشياء متهورة، غبية، سخيفة اوقات، ولكن نستمتع فيها، الجانب اللي ما يكون ابدا جاد. هذا جدا مهم، جدا مهم، اضافة الى جانب الاهتمام بالنفس. مع هذا الشخص كل ما اهتميت بنفسك راح ينجذب لك اكثر، راح يلاحظك أكثر، يتمسك فيك أكثر، ما أدري ليش، بس تعرفون فكرة أن دائما التضاد يتجاذب أوقات. نبحث عن شخص توجد فيه صفات إحنا نفتقدها. أوكي، محتاج لهذا الشيء، محتاج أيضا هني. آخر شيء عندنا كرت العالم، النصيحة لك يا برج الأسد، مع هذا الشخص حاول أن تكون صديقة أول شيء، الصديق الفعلي اللي ما تدخل حياته وتحاول ان انت تمسك بزمام الامور وتتحكم وتغير. انا مو عاجبتني طريقة لبسك، مو عاجبني طريقة تحدثك مع الاشخاص، مو عاجبني، وتعطيه لستة في يده وقل له روح غيرها. لا ابدا، عكس هاي الطاقة، عكس هاي الطاقة ان انت تدخل في حياتك كصديق، كحليف. الحليف من هو الحليف؟ اللي احنا نعتمد عليه في امور جدا مهمة، لما خلاص على وشك ان احنا نسقط، هذا الشخص هو اللي أظل مثل السند لنا، لازم يثق فيك، لازم تكون حليفة. إذا هو يحب يلعب كورة تشاركه، تشجعه، إذا مهما كانت. هني قاعدة أشوف في كرت العالم عنده أسلوب حياة جدا خاص فيه، غريب، مو معتاد، ما في مرونة، وايد متعود على روتين معين وما يحب غيره. مهما كانت هواياته وأسلوبه، في البداية عشان تكسبه لا تقوم بأي تغييرات، لا تدخل في حياته من أجل التغييرات، ادخل في حياته وانضم إليه. إذا كان قاعد يصفق صفق، إذا كان قاعد يغني غن، إذا كان مجرد إنسان يستمتع في الجلوس في البيت بدون أن يقوم بأي شيء، انضم له. هذه الطريقة راح تخليك تكسب ثقته. ملك مع ملك جدا، ترى طاقة متوافقة، طاقة متكافئة.
آخر مجموعة عندنا حين مجموعة المرتبطين. أول سؤال للمرتبطين هو: كيف يراك الشريك؟ 10 الخماسيات، ملك الأكواب، 5 الخماسيات. أول شيء راح أبتدي بهذا الكارت. شريكك يشوف هل أنتوا في شراكة، سواء كانت زواج أو كانت ارتباط. في عندكم نوع من الصعوبات اللي تخص الأموال أو تخص الحياة العملية، تخص الدراسة، أي شيء يخص هاي الأمور. واحد منكم أو اثنينكم قاعدين يتعانون من صعوبات، ولكن الصعوبات هني قاعدة تخلي جوانب أخرى في علاقتكم تزدهر وتقوى، لأن قاعدين تنحطون تحت شوي ظروف صعبة، أو على وشك أن تنحطون ماليا. ما بقول لك ظروف صعبة، قاعدة أشوف في تحدي. الحياة العملية في الفترة القادمة راح تتحداكم أنت والشريك، فشلون راح يشوفك، يشوف أدائك في هاي التحدي، راح يشوف أدائك أن أنت فعلا الشخص اللي ممكن تكون الراعي الحنون، الراعي الحنون، الشخص الهادئ، الشخص المستقر، الشخص اللي تعرفي هني أحس وايد طاقة تهتم فيه، تهتم فيه. وقت العمل عمل، وقت الجد جد، وقت اللعب لعب. راح يشوفك ان انت فعلا قاعد تحافظ على البالانس المناسب، التوازن المناسب ما بين الحب، متى نكون نحب، اوكي، متى نكون رومانسيين وما نفقد. هذا اهم، ترى اهم جانب، اهم جانب اللي ابيك هني تفهمه في الرسالة. شريكك راح يشوفك في الفترة القادمة، وايضا النصيحة لك، ان انت مهما كانت ظروفكم المالية او العملية صعبة، مثلا وايد عندكم دراسة، عندكم امتحانات، مهما كانت الظروف، ان انت ما تفقد تركيزك هني، عينك تظل على شريكك، عينك تظل عين الحب، تظل دائما عندك طاقة الاهتمام بالحبيب بالمعشوق، حتى لو ظروفكم صارت صعبة. سهل ان احنا نحب وان احنا نكون سعيدين، ان احنا نضحك لما يكون عندنا فلوس، لما تكون شهادتنا في الجامعة ونتائجنا متفوقة، لما نكون علاقتنا مع الأهل أوكي. هني في تحدي راح يدخل حياتكم، شخص، ظروف معينة، يمكن حتى تحدي من داخل البيت، الأهل، الأبناء. الأبناء قاعد أشوف هني الأبناء، إذا كان بينكم أبناء راح يمثلون تحدي، يتعبونكم شوي في التربية، يتعبونكم مثلا يمرضون بعيد الشر، ولكن أدائك في هاي التحدي هو اللي راح يبهر شريكك أن أنت فعلا شخص يعتمد عليه، الشخص المناسب. أوكي؟ السؤال اللي بعده: ما هي نقاط قوتك في العلاقة؟ عندنا 9 الأكواب، الخماسيين، طاقة التبديل، والإمبراطورة. هذه أيضا من الطاقات اللي صعب إن مو أي برج ومو أي شخص يقدر يجمعها. الطاقة اللي تقول أنا أعرف متى أكون أبو، أعرف متى أكون أم، أعرف متى أكون ابنة، وأعرف متى أكون حبيبة، وأعرف متى أكون زوجة أو زوج. أعرف هني الخماسيين يمثلون بالنسبة لك يا برج الأسد مثل نقطة قوتك مع هذا الشخص، هو سرعة تبديلك للطاقة معه، لطاقة هل أنا الحين أم أتكلم معاك كأم، ولا أتكلم معاك كحبيبة أو حبيب، أتكلم معاها كزوج، كقائد لهذا البيت، أو كالريال اللي في حياتها اللي لازم تسمع كلامي، ولا أتكلم معاها كصديق. سرعة تبديل في سباق السيارات جدا مهم، سرعة تبديل الحركة، أن السيارة بسرعة تبدل، لذلك يعتمدون على التبديل اليدوي. سرعة التبديل ترى هي كل شيء، سرعتك أنت، أوكي؟ أن تعرف متى تكون معاه حبيب، تعرف متى تكون معاه شديد، تعرف تكلمه بأي صوت في أي وقت، لأن هنا عندنا طاقة الأم، أو حتى ممكن تكون الأب، أحد الوالدين، وهني طاقة أنا وأنت بس. تبديلك لهاي الطاقات هي نقطة قوتك معه في الفترة القادمة، والتوازن اللي تحدثه بينهم. وآخر سؤال: كيف التوافق بينكم لشهر
ستة سوري شهر ثمانية، لأن هني عندنا ست الخماسيات. نشوف هني المكيال التوازن، وراه كرت برج الميزان، كرت العدالة، وآخر شيء ثمان الأغصان. أول شيء بتكلم عن هالكرتين لأن أحس إن المعنى مالهم متشابك. أنت هني في هاي التحدي اللي كلمتك عنه في البداية، أدائك خصوصا إذا كان إيجابي، شريكك راح يتحمس إنه ما أدري يقوم بمفاجأتك، يعطيك هدية، يرد لك الخير اللي تسويه معاه، ولكن بأسلوب مختلف، بأسلوب يخص الأموال، مو بس الأموال، الاهتمام. احتمال كبير إنه راح مثلا يقترح عليك أو يعطيك شيء بس لك أنت، بس أنت اللي تقدر تستمتع فيه، مجوهرات، سفرة، سيارة، أي شيء فقط خاص فيك أنت، ما يشاركك في أحد عشان تستمتع فيه أو تستخدمه. وأيضا وجود هني مكيالين مو مكيال واحد، يحسسني أنه شريكك راح في الفترة القادمة يكون يشيلك وايد تهمه راحتك، يحاول يشيلك على أكفف الراحة أو أكف الراحة يقولون زين. ولكن في نقطة واحدة راح تكون عنده شوي طاقة، يعني شوف ماديا جدا يعطيك وجدا كريم معاك، ولكن من جدا حريص وحازم بخصوص إذا كان بينكم أبناء، تربية الأبناء، وإذا كان بخصوص الصرف. كريم معاك ولكن في نفس الوقت راح يحاسبك، مو فقط على الأموال، حتى على الوقت، إيش كثر إحنا قضينا وقت مع الآخرين مقارنة بإيش كثر قضينا وقت مع بعض. كم مرة في الأسبوع أنا مثلا إذا إحنا مخطوبين أو في علاقة، كم مرة قدرت أشوفك أو من متى ما شفتك؟ في هني طاقة الحساب والكتاب، إيش كثر وقت إذا أنتم متزوجين، إيش كثر وقت نقضي مع أهلك، إيش كثر وقت نقضي مع أهلي. وفي شيء لازم نكون فيه عادلين وحازمين، طبعا هذاك الأسبوع رحنا عند أهلك، هالأسبوع مع أهلي. طاقة غريبة ما بين العطاء والحنية، وأيضا ما بين الحساب، راح يكون يحاسبك لكن يحاسبك بشكل عادل في الأمور المنطقية. وأيضا راح يطلع بطلعات خلال شهر ثمانية، أكثر طلعاته راح تكون بخصوص إما مشاريع، يطلع لك بأفكار غريبة عجيبة، محتاج أنت شوي تكبح جموحة، تكبح هاي الطاقة الغريبة اللي راح تطلع عنده، طاقة اللي خلى نسافر بين يوم وليلة. هني أنت تحسبها، محتاج تحسبها ماديا، هل السفرة راح تكلفنا كثير؟ لأن احنا تونا طالعين من صعوبات، هل تسوى هذه السفرة؟ أوكي؟ ما أدري ليش أحس هني وايد طاقة القيام بأمور متهورة وأفكار غريبة تأتي ويناقشها معاك. إنزين راح يكون شهر جدا مليء، شهر مليء بالتغييرات. شريكك أحس إنه ما راح يستقر على طاقة واحدة وياك، يلبس رداء الحزم، وبعدين يلبس رداء الكريم المعطاء الرومانسي، ورد يلبس رداء المتهور أو المراهق اللي دائما يبي يخوض تجارب ومغامرات جديدة. عزيزي برج